تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. محافظ محافظة حضرموت يعمد عدداً من المشاريع الخدمية والتعليمية لمديرية وادي حضرموت والصحراء. وكيل وزارة التربية وتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت يبحث مع مدير عام مديرية المكلا التدخلات التعليمية للعام الدراسي الجديد بالمديرية. بدء دورة تدريبية في دليل الإجراءات المعايرية لنظام إدارة الحالة والأطفال المستضعفين. نشرة الأخبار من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. عمد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني عددا من المشاريع الخدمية والتعليمية لمديرية وادي حضرموت والصحراء. وتضمنت المشاريع التي عمدها المحافظ ووقعها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تنفيذ مشروع بناء قاعة دراسية بكلية الطب بجامعة سيئون بتكلفة إجمالية 50,000 دولار، ومشروع بناء ثانوية عيديد للبنات بتريم المكونة من 18 فصلا دراسيا بكلفة تتجاوز 728,000 دولار، ومشروع استكمال المجمع التربوي بحورة بمديرية حورة وادي العين بتكلفة إجمالية 661,000 دولار. كما عمد المحافظ إضافة إلى ذلك مشروعي مجاري سيئون الإسعافي التكميلي بتكلفة تجاوزت 89,000 دولار، ومشروع حفر وتجهيز بئرين في حقل شعب الحمضان ب419,000 دولار بمديرية القطن. التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدوم مدير عام المديرية المهندس عوض أحمد بن هامل لبحث التدخلات التعليمية بالمديرية بالتزامن مع الإعداد والتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد. وفي اللقاء ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالعملية التربوية والتعليمية بمديرية المكلا، فيما أشاد مدير عام مديرية المكلا من جانبه بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة مكتب التربية لاستقرار العملية التعليمية وتطورها، مستعرضا مشاريع السلطة المحلية بالمديرية الحالية والمستقبلية لخدمة المجال التعليمي. كما أكد اللقاء على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق المستمر لخدمة العملية التربوية والتعليمية بمديرية المكلا بوصفها عاصمة المحافظة وتقديم نموذج متقدم يواكب التطورات التعليمية على كافة الأصعدة. بدأت في سيئون دورة تدريبية في دليل الإجراءات المعايرية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والمحتاجين للحماية بتمويل من منظمة اليونيسف وتنفيذ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت. وتستهدف الدورة 25 متدربا تستمر على مدى أسبوعين، وتشمل مديريات سيئون تريم شبام القطن حورة وادي العين بالإضافة إلى مديرية ساه السوم العبر وعمد ورخية وحريضة لتدريب مدراء إدارة الحالات على كيفية عمل مسارات الإحالة الواضحة لفئات الأطفال المستضعفين وتدريبهم على الإجراءات المعايرية الموحدة لحفظ وتبادل البيانات والتقارير المطلوبة. في افتتاح الدورة أوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت أوضح أهمية الدورة التدريبية وتطبيقها على الميدان لخدمة ورعاية الأطفال المستهدفين بنظام إدارة الحالة، مثمنا جهود منظمة اليونيسف والمشاريع التي تنفذها لنظام إدارة الحالة بوادي وصحراء حضرموت. أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة الانتهاء من إنجاز 3 مشاريع إسعافية جديدة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح مدير عام الهيئة يوسف بن محسن أن المشاريع المنجزة شملت مشروع تنهالن الجديد ومشروع داثورت في مديرية الغيضة ومشروع ديرام بمديرية منعر. وثمن بن محسن دعم جهود البرنامج السعودي لقطاع مياه الريف في محافظة المهرة لتنفيذ المشاريع ورفدها بالخدمات المطلوبة. عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض ورشة عمل بعنوان مبادرة الوصول إلى اليمن
لمناقشة الآليات المحايدة للرقابة والتقييم لمتابعة العمل الإنساني والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها بحضور المنظمات الدولية الإنسانية. وفي الورشة استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة آليات تنفيذ مبادرة الوصول إلى اليمن عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات بمراقبين متخصصين حياديين واستخدام كافة المواني والمنافذ اليمنية والسعودية المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية وقيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا برفع تقارير تقييم شهرية عن وصول المساعدات لمستحقيها. من جانبه أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا ريني نينجينهوس أن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيرا إلى وجود 10 ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة وانتشار وباء الكوليرا في 90% من مديرية اليمن، وأكثر من 5 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في 75 مديرية يصعب الوصول لها. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها. محافظ محافظة حضرموت يعمد عددا من المشاريع الخدمية والتعليمية لمديريات وادي حضرموت والصحراء. وكيل وزارة التربية وتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت يبحث مع مدير عام مديرية المكلا التدخلات التعليمية للعام الدراسي الجديد بالمديرية. بدء دورة تدريبية في دليل الإجراءات المعايرية لنظام إدارة الحالة والأطفال المستضعفين. السادة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، دمتم في أمان الله.